سبعة نربي، وسبعة نقدم، وسبعة صاحب. نربي يعني ايه؟ نربي يعني نوجهه الى الخير، ونغط نصحح له بدون عقوبة. لا يا احنا مش قلنا كده، ادي التربية. الادب انا وديته الاصول، لما يجي يقول له انا مش ادبك قلت لك كذا كذا كذا. وبعدين السبعة بقى التالتة هي دي بقى اللي فيها الخطورة، لان جد في نفس الواحد والوحدة شيء ما كانش موجود، المراهقة والغريزة. فالغريزة هتخليه يعمل كده. نقول له بقى قلل تواجده مع نفسه اولا، وقلل تواجده مع قرناء السوء. كل تعالى اقرا لي الجرايد، تعالى زور لما نروح نزور فلان، تعالى تل وقتك ده. ان مرت السبعه بهذا الشكل لا يفسد واحد بعد 21 سنه ابدا. ولذلك قال ربه سبعه، وادبه سبعه، وصاحبه سبعه، ثم اطق قبله على غريب ما عادش يحصل منه اي احنا ما بنعملش كده.